مساء الخير من القاهرة والناس، نشرة إخبارية جديدة إليكم أبرز عناوينها. المصالحة الفلسطينية تحت السماء المصرية، إعادة التصويت بين مشير خطاب ومرشحة فرنسا، البنك الدولي مصر على الطريق الصحيح، الحكومة تؤكد الخبز المدعم خط أحمر، وإليكم تفاصيل النشرة. إنهاء الانقسام وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعودة اللاجئين، هذا ما شدد عليه بيان القاهرة عقب انتهاء مباحثات فتح وحماس وإتمام المصالحة التاريخية بين الجانبين، حيث أكد البيان حرص مصر وإصرار الرئيس عبد الفتاح السيسي على تحقيق آمال وطموحات الشعب الفلسطيني في الوحدة من أجل إنجاز المشروع الوطني وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية، إضافة إلى عودة اللاجئين. هذا وأعربت مصر عن تقديرها البالغ لحركتي فتح وحماس على الروح الإيجابية التي اتسم بها أعضاء الوفدين وتغلبهما المصلحة الوطنية الفلسطينية. كما وجهت مصر الشكر للرئيس محمود عباس رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الذي كان يمتلك الرغبة والإرادة لإنهاء الانقسام وتوحيد الشعب الفلسطيني. من جانبه أكد رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله على محورية الدور المصري بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم ورعاية تحقيق الاتفاق التاريخي بين فتح وحماس. وقالت الحكومة الفلسطينية بموجب الاتفاق ستتولى حكومة الوفاق كافة مهامها الإدارية والتنفيذية على كامل التراب الفلسطيني، على أن تنتشر السلطة حرس الرئاسة في قطاع غزة في موعد أقصاه الأول من ديسمبر. كما تتسلم الحكومة إدارة المعابر الحدودية بشكل كامل ما عدا معبر رفح، فيما أكد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحماس في اتصال مع الوزير خالد فوزي مدير المخابرات العامة المصرية على استعداد الحركة التامة للتطبيق الأمين لما تم الاتفاق عليه، وكذلك تلبية الدعوة لحوار الفصائل الشامل. الجولة الحاسمة. فقد أسفرت جولة التصويت الرابعة بانتخابات مدير عام منظمة اليونسكو عن حصول المرشحة المصرية السفيرة مشيرة خطاب على 18 صوتا بالتساوي مع مرشحة فرنسا أودري أوزالاي، فيما حصل المرشح القطري على 22 صوتا، وتخوض المرشحتان جولة تصويت جديدة الجمعة لاختيار المرشح الذي يتنافس مع الأول على مقعد اليونسكو. هذا وأعربت مصر بحسب بيان لوزارة الخارجية عن خالص الشكر والاعتزاز بإعلان دولة الصين الصديقة صحب مرشحها للانتخابات قبل انطلاق الجولة الرابعة دعما لمرشحة مصر. مصر على الطريق الاقتصادي الصحيح، هذا ما أكده جيم يونغ كيم رئيس البنك الدولي مشيرا على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي بواشنطن، إلى أنه من خلال خفض الدعم وإجراء عدد من الإصلاحات فأن هناك مستثمرين ماليين بدأوا بالاستثمار في الاقتصاد المصري، مما يوفر أموالا للاستثمار في البشر. وتوقع البنك أن ينخفض عجز الموازنة العامة في مصر إلى 8.8% من إجمالي الناتج المحلي خلال السنة المالية الحالية، مشيرا إلى أن ذلك بفضل إصلاح نظام دعم منتجات الطاقة وزيادة العائدات الضريبية، مشيرا إلى أن زيادة تدابير الحماية الاجتماعية وزيادة مخصصات بطاقات التموين الذكية ومخصصات برنامج التحويلات النقدية ستؤدي إلى تراجع معدلات الفقر. لا صحة لتخفيض حصص المخابز من الدقيق المدعم، هذا ما أكده مركز معلومات مجلس الوزراء نافيا ما يتردد من شائعات بهذا الشأن، مؤكدا أن منظومة الخبز تسير وفق دورة الإنتاج ويتم تسليم القمح والدقيق للمطاحن والمخابز بانتظام، ويحصل كل شريك في المنظومة على حصص القمح والدقيق دون تغيير، ويتم تسجيل إنتاج الخبز على النظام بشكل يومي مشددا على أن رغيف الخبز المدعم خط أحمر لا يمكن المساس به وبسعره المحدد ب5 قروش. ماراثون زايد الخيري لدعم مستشفى شفاء الأورمون. فقد أشادت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج بالجهود المبذولة لدعم تنفيذ المرحلة الثالثة من مراحل إنشاء مستشفى شفاء الأورمون،
وقدمت الوزيرة الشكر لدولة الإمارات على دعم المشروع، وذلك في المؤتمر الصحفي الذي أقيم لإعلان تفاصيل انطلاق النسخة الرابعة من ماراثون زايد الخيري المقرر عقده في 6 يناير المقبل بمدينة الأقصر لصالح إنشاء مستشفى شفاء الأورمون. هذا وشهد المؤتمر حضور جمعة مبارك الجنيبي سفير دولة الإمارات وممثلين عن وزارتي التضامن والشباب والرياضة وعدد من الشخصيات العامة من بينهم عالم الأثار الدكتور زاهي حواس. قبل لما أكون وزيرة وبتربطني بالإمارات علاقات طيبة جدا واشتغلت فيها ومع كل أهليها ومسؤوليها، فأنا بأكن ليها كل الاحترام والتقدير. وأيضا مستشفى الأورمون باعتباري وزيرة المصريين في الخارج كان في تفاعل ما بين وتعاون ما بين الهجرة وهذا المستشفى. أول ماراثون جريته لصالح مستشفى الأورمون كان مع كابتن أحمد حسن اللي بيشرفنا النهاردة، وبحيي طبعا كابتن خطيب وكابتن شوبير. والحقيقة الرياضة والسياسة والمجتمع المدني لما كله بيلتقي لخدمة هدف نبيل أكيد كلنا لازم نشجعه ولازم نقف جنبه. نشرتنا انتهت، إلى اللقاء في نشرات أخرى بإذن الله.